السنه دي؟ بنت السنه دي ان هناك فارق، ان انت السنه اللي قبلها المباراه الاولى اللي اتغلبنا فيها، المباراه دي كان التعب واضح جدا بخلاف هذا الموسم. ما هو ده برضو يا كابتن، يمكن احنا رحنا السنه دي، احنا رحنا قبل الماتش بقد ايه؟ باسبوع، رحنا حوالي ست ايام بالظبط، ست ايام بالظبط يعني. كان عندنا صعوبه جدا جدا في اول يومين، احنا واحنا حتى واحنا رايحين التمرين، او انت طبعا انت عايش طبعا التجارب ده كتير، وعارف ازاي يبقى عندك نقص اكسجين، وعارف انت بتتكلم فوق مستوى سطح البحر وفي اجواء صعبه، يعني ان انت تقدر تاخد نفسك او ان انت تعمل مجهود، فكان حاجه صعبه جدا. يمكن دي الحاجات استعدينا كويس فيها. طبعا النادي الاهلي ولعيبه النادي الاهلي ما ينفعش انا دايما كنت بقول قبل المباراه يعني مصقر يعني اللي انت عاوز ده. لا احنا النادي الاهلي او لعيبه النادي الاهلي او احنا شخصيه وطبيعه حتى جمهور النادي الاهلي ما بيقبلش بكده يعني. لكن احنا سواء كسبنا او لا قدر الله كان حصل حاجه، هيفضل النادي الاهلي هو اكبر نادي في افريقيا، اكبر نادي حقق بطولات. لكن التحدي كان نابع من حقائق، كان نابع من اللعيبه نفسها، مش من الماتش ده بس، من اول ما خسرنا، من اول ما خلصنا الماتش الثاني بتاع سان داونز لما كسبنا 1-0، اللعيبه تهادت كلنا، اللي احنا كان كلنا نفسنا كمان اللي احنا نلعب الماتش ده. فلما جه وظروف كويسه واستعدينا كويس، والحمد لله كان عندنا اريحيه كويس، وكان عندنا اللي احنا نتعود على الاجواء كويس، وان احنا نعيش الماتش كويس. وما تنساش برضو وجود الكابتن محمود الخطيب رئيس البعثه في موقف زي ده مهم جدا. اللعيبه طبعا انت يعني بيحملك مسؤوليه، اللي انت شايف الكابتن محمود موجود معاك في كل وقت، موجود معاك على الغداء، موجود معاك في التمرين، موجود معاك عايشك وشايف انت بتمرن ازاي وعايش ازاي. فاعتقد كان برضو من الحاجات الايجابيه اللي احنا استفدنا بيها، واللي الحمد لله كانت عملت مردود كويس لينا. يمكن احنا كنا عايشين اكتر ان احنا نكسب يعني، لكن الحمد لله اللي احنا اللي انت تحقق الهدف واللي انت تصعد هناك، اعتقد الحمد لله كانت حاجه ايجابيه لينا. طيب خلينا نطلع نشوف اخر تقرير.